السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة. إن شاء الله اليوم غنوجدو كيك بالبنان. عندي جوج بنانات، عندي حامضة اللي عصرتها وعطاتني هاد ربع كأس تقريبا، واحد ربعة المعالق. عندي كأس ديال الزيت ديال العنبة ما يكونش عامر بزاف، كأس ديال السنيدة، جوج كؤوس ديال الدقيق، خمسة البيضات، جوج أكياس ديال الخميرة من فئة 7 غرام. هنا السكر على حسب الذوق، يمكن لكم تنقصوه مع البنان كي يكون حلو. اللي ما كيبغيش الحلاوة بزاف ينقص تقريبا واحد 3 المعالق من الكأس. غنضيف الحامض للبنان ونطحنه، خصو يطحن مزيان ما يبقوش لينا فيه دوك القطع. يمكن لكم تطحنوه بأي آلة عندكم، كيعطينا واحد المذاق في الكيك زوين. يعني ما نضطروش نديرو منكه، كنكتفي بالبنان فقط. عندي هذا الإناء، هذا اللي غنطلع فيه البيض، درتو فوق المدافي باش كيسخن ليا شوية. هنا دافي شوية، ما يكونش سخن بزاف. غندير البيض، غنضيف ليه السكر، غنطربو حتى يطلع يولي اللون ديالو تقريبا ما يكونش ابيض. تشوفوا معايا، هنا غنحيد الإناء اللي فيه الماء الدافي. تقريبا هو البيض عندنا والسكر السنيدة بدا كيوجد، تقريبا هذا هو اللون ديالو، ما كيكونش ابيض. انتم كيف كتشوفوا معايا، هذا هو القوام المناسب. غنضيف الزيت للبنان ونحركه عادي، ينسجم ليا واحد شويه، ومن بعد غنبدا نضيفه البيض. ما غنحركش بسرعة، غنقص من الطراب بشوية. يمكن لينا نحركه غير بطراب يدوي من بعد ما طلع لينا البيض هكا شوية. صافي، وغادي نحيدو. غنبدا نضيف الدقيق، غنضيف الكأس الأول وكنحاولو نحركو بشوية بهذه الطريقة. هذه نضيف كذلك أكياس الخميرة، كنحاول نحركه بشوية. من بعد ما خلطت الكأس الأول ديال الدقيق مع الخميرة، نضيف الكأس الثاني ونستمر بهذه الطريقة. هذه كان يتخلط لنا الدقيق كامل، نحاولوا ما امكن ما يبقاش لينا الدقيق مكور في البيض. الخميره كتساعدنا على ان الدقيق ينسجم مع البيض. انا غير حاولت نزرب الفيديو شويه، انا كنخلط غير بشويه ما كنزربش. تقريبا هذا هو القوام اللي كنبغيو في الكيك، ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه. صافي، غنكتفي من الخلط. عندي هذا المول، هذا كيتزاد في العرض في الطول كذلك، كيعجبني نخدم فيه على حسب الحجم اللي بغيت. دهنته بالزبده، الزبده ديال التوراق اللي كتكون ثقيله، ودرت ليه شويه دقيق. صافي، غندير فيه الخليط دابا ديالنا. ملي بديت كنوجد في الكيك، درت الفرن يسخن على درجه الحراره 150 تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد ملي غندخل الكيك في الفرن، غنقصو نخليه على 125.
نقصت هنا الفرن، خليته على 125. هنا التوقيت كيبقى على حسب نوعية الفرن، انا تقريبا خدا معايا واحد نصف ساعة. خرجته من الفرن، غنحاول نحيد المول باقي سخون باش تشوفوه معايا. انا اكتفيت بهذا الحجم ديالو، الا كنتو بغيتوه اعلى من هكا غتنقصو من الحجم ديال المول او ديرو مول صغر من هذا. هاد الكيك كيجي رائع وكذلك كيجي رطب. كنكتفيو بالمذاق ديال البنان، كنتجنبو اننا نديرو منكهات. هنا الا بغينا تزينو كتزينوه باللوز. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، تنضموا للقناة وما تنسوش الاشتراك ودعمونا بلايك ديالكم.